بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحح أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحح أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم
وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحه أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي أحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحه أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة
عاطي الحسن والحسين من أنفس الحط عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحه أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحط عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحه أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي أحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحط عين القدرة والناظرين
وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحح أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاطي الحسن والحسين من أنفس الحط عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحح أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاطل الحسن والحسين من أنفس الحط عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا
الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طر العمر وصحه أجسادي وقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي أحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.